التلفزيون المصري لحد دلوقتي بيطلع على القنوات وجميع القنوات والمذيعين يقول لك ان مطالبنا مطالب خاصه، لان هو ما بيجيش هنا عشان خاطر يكلمنا. التلفزيون المصري، التلفزيون المصري لسه شغال دول الشغل الاصل واللازم، الشغل الاصل واللازم هو اللي شغال، ما بيجيبش شغلنا اللي احنا هنا، يجي هنا ويكلمنا احنا. هنلاقينا كلنا ايد واحده، ايد واحده، ايد واحدة، 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 ايد واحدة. يا وزير الداخلية موسى دينك حرامية، يا وزير دينك حرامية، يا وزير الداخلية موسى 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 دينك حرامية.